الإنسان في الدنيا لا يشبع من العطاء. في حديث ابن عباس البخاري ومسلم يقول صلى الله عليه وسلم: لو كان لابن آدم وديان من ذهب لابتغى ثالثا ولا يملأ جوفه إلا التراب. أما المؤمن في الآخرة فإنه يأتيه من عطاء الله ما يجعله يقول اكتفيت. هذا معنى قول الله سبحانه وتعالى في سورة عما يتساءلون: إن المتقين مفازا إلى أن قال جزاء من ربك عطاء حسابا. ما معنى حسابا؟ يعني يقول المؤمن حسبي اكتفيت من العطاء. الله لا يحرمنا وإياكم فضله.